مريض بهذا الشيء ديال البواسر، باغي نداوي راسي. تنشوف دابا بغيتها نداوي راسي، وان شاء الله باش يمشي بنادم يقد يخدم وكذا، وهادي الحمد لله يدير بنادم المستقبل. تنتمنى ان شاء الله ومن المواطنين وهادي. و دابا راه جيت لفات هنا شي شهر هذا وشي حاجه، وجيت لهنا و قلت انا باش نخدم زعما وهادي، ولكن ما يعني هاد الخدمه هادي بحال جات عليا صعيبه شويه، يعني بهذا المرض هذا ما خلانيش نخدم. وليت انا تنديرها شويه هكا، نديباني راسي هكا وهادي بزز وصافي. وبقيت هنا، ما الكرا غالي وكلشي غالي، ولا اله الا محمد رسول الله وصافي وصافي. وليت انا ما قديت لا على كرا لا والو هنا، وليت انا تنعس في الزنقه. ما جاتني انا شي غريبه بزاف، وتنطلب الله ان شاء الله يدير شي تاويل ديال الخير بنا وجهي، ماشي ديال هذا الشيء هذا. وبنادم بغى باش يعيش، هذا هو اللي كاين، ما حتى حاجه ما بغيتها. هز الكارطون صافي، راه شتي قبيله انت بعينيك، وريت لك البلاصه، الله شاهد بينا، راه يعني الله سبحانه وتعالى كيشوف الوضعيه. تنطلبوا الله، تنصلي وتنعيط الله، تنقول يا ربي فرجها عليا، يا ربي فوجع عليا وفوجع المسلمين، يا ربي لا يخطي شي واحد في الدنيا والاخره. وبغينا حنا، بغيت انا نعيش، يعني بنادم يداوي راسو يعيش، تا يدي مولا ما انا لا ما انتو، وما تا واحد ما غاديش يبقى في الدنيا هذه. يعني يومين ديال الدنيا فايته فايته ماش ما عطى الله. ايوا هذا هو اللي كاين. تنطلب الناس، كاينين الناس الحمد لله، كاينين المحسنين، كاين اللي تيبغيو يديروا الخير وكذا، وهذه طلبوا منهم ان شاء الله يتعاونوا معايا. انا بغيت نداوي، ما بغيت حتى شي حاجه اخرى، بغيت نداوي راسي باش نمشي انا نخدم بخير وعلى خير، وندير المستقبل ديالي. تنتمنى ان شاء الله. 06 34 93 52 83. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.